فاكهة دائرية الشكل، وهي عبارة عن ثمرة موسمية حجمها أصغر قليلاً من حجم البيضة. رائحتها عطرة وطعمها لذيذ وفيها عصارة رائعة. عن ماذا أتحدث؟ بالطبع عن الخوخ. للخوخ أنواع كثيرة وأشكال متعددة، فثمة أكثر من 2000 نوع مختلف، إذ يتراوح لون اللب فيه ما بين الأصفر القشدي والأحمر القرمزي، وتختلف ألوان قشرته الخارجية بين الأصفر والأحمر الداكن إلى البنفسجي أو الأسود. أما شكله فقد يكون دائرياً أو بيضوياً أو يتخذ أحياناً شكل القلب، كما أنه متوفر على شكل فاكهة مجففة، ويفضل تناول هذه الفاكهة الرائعة كاملة مع القشرة. وللخوخ أيضاً استعمالات كثيرة، فهو يستعمل في تحضير الكعك والفطائر والحلوى الهلامية والمربى. والآن ماذا عن فوائد الخوخ؟ هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن تناول الخوخ يساعد في الحماية من السرطان، وخصوصاً سرطان الثدي وسرطان الجهاز الهضمي وسرطان الجهاز التنفسي، حيث أنه يحتوي على مادة الأنثوسيانين التي تعطي الخوخ اللون الأزرق المحمر. ويساعد أيضاً الفيتامين أي الموجود في الخوخ في منع نمو الخلايا السرطانية في الثدي والحفاظ على الخلايا الأخرى صحية. هل يساعد تناول الخوخ في تعزيز صحة القلب؟ بالطبع يساعد الخوخ في الحفاظ على صحة القلب، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم أثر الجذور الحرة ومنع أكسدة الكوليسترول الذي يشكل تهديداً على صحة الأوعية الدموية، ويؤدي في النهاية إلى العديد من أمراض القلب مثل السكتة الدماغية وارتفاع الكوليسترول في الدم. الخوخ يساعد في التخلص من السموم، وذلك لأنه غني بالألياف والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد الجسم في التخلص من السموم من خلال علاج الإمساك والهضم السليم بتحسين عملية التمثيل الغذائي للجسم، كما أنه يحتوي على حمض ستيريك الذي يساعد في منع الشعور بالتعب والتشنجات، كما يحسن من صحة الكبد والجهاز الهضمي.